مؤخرا كانت ناضت واحد الضجة بأن كان واحد القضية مرفوعة للقضاء وتم استدعاء تقديم دعوات لهاد الساكنة هادو بالإفراغ. وهذا حنا كجماعة طنجة حنا نحترم القضاء، القضية دابا في يد القضاء، ولكن حنا كجماعة طنجة كما صرحت حنا كنا تم محامي ديال الجماعة مؤازرة المحاميين اللي شاد الدعوات ديال الإخوان هذا. وبالمناسبة غتكون الجلسة يوم الأربعاء المقبل، غيكون غيتنصف فيها حتى المحامي الجماعة رسميا. أنا ومد اليوم كنتكلم معايا وقالوا صافي راه وترسم نصبيا رسميا على تو على الساكنة كيمثل جماعة طنجة. حنا كمجلس أو كجماعة والحمد لله نقول واحد الحاجة بأن كاين واحد الإجماع كامل جميع الأعضاء ديال المجلس أننا سنوقفوا بجانب هاد الساكنة باش نحافظوا على الحقوق ديالها باش نأزروها وباش ما تضيعش. حنا القضاء غيقول الكلمه ديالو الاخيره، وحنا داكشي اللي غيتطرا في القضاء غادي نمشي معاه، ولكن كنبقى دائما بحال اللي قلت لكم غنكونوا بجانب الساكنه اللي تما. المحامي غادي يشوف الملف مع الزملاء ديالو اللي تما، وغنشوفوا شي حلول اللي غتكون وديه، لان الوديه مع اصحاب الشركات، نشوفوا شنو يقدر يدار. نطلعوا على الملف كامل تكون عندنا جميع المعطيات، ديك الساعه نديروا واحد نقول لكم فين وصلنا وشنو هي المخرجات اللي يمكن لتكون. ما عندناش شي واحد نظره كامله ديال الملف كامل. اللي قالوا الاعضاء بان الارض عندها موليه، فعلا مادام الارض عندها واحد الراس معقار عندها واحد التيتر راه هي عندها موليه، هذاك التيتر هو اللي كيحفظ لها الملكيه ديال ديك الناس لهذ الارض هذا. حنا المحامي بحال اللي قلت لكم تم تكليفه، وهو دابا رسميا يؤازر مع المحامين كنظن وقيله 23 واحد اللي رفع لي جاتو استدعاء لي عنده المحامي اللي انا هذا الصباح قال لي 23 كانت يمكن زادوا ثلاثه. ملي غتكون عندنا المعطيات كامله يمكن ندير واحد الندوه صحفيه. هذيك الارض ماشي محرمه لبناء، هذيك اذا مشيت نشوف بلون داميناجمون عندها الزيت ارض مجهزه لاعاده الهيكله ماشي محرمه لبناء. كاين فرق بين الارض محرمه للبناء وكاين فرق بين الزيت ار. الحاجه الثانيه بان هو بحال اللي قال مشكل بسيط، ممكن يكون شي مشكل كبير كنبسطوه باش يمكننا نلقاو له الحل ديالو. هو راه مشكل كبير ولكن كنصح حنا نشوفوه بسيط باش يمكننا نتغلبوا ونحلوه. حقيقه حنا ديك الناس بحال اللي قال هو التوجه هذا بحال اللي قلت لكم الحاجه الايجابيه اللي كاينه هي كاين اجماع كامل ديال المنتخبين ولات الساكنه طنجه ان ديك الناس خصنا نحميوهم ونحافظوا على الحقوق ديالهم ما نخليوهمش ضايع. طبعا هذا الشيء كيمشي مع الكلمه الاخيره ديال القضاء. دابا هذا الاشكال هو عاد بدا في القضاء. حنا عملنا التدخل قلت لكم عن طريق المحامي، غادي نجلسوا مع هاد الاخوان هادو طبعا غادي نجلسوا معاهم نشوفوا شنو هو الاشكاليه. حنا من جهتنا غنكونوا عندنا اقتراحات وحلول مع هاد اصحاب الاراضي. بحال اللي قال لك هذا المشكل كاين في اراضي اخرى، اذا حلينا هذا المشكل هذا ودرت لنا واحد الطريقه باش ليكون لا ضرر لا ضرار، يمكننا على اساسه نقيسوا المشاكل اللي كاينه في جهات اخرى.